مساكم الله بخير. بعد طلب كبير من المتابعين لإعادة فقرة سيارة وشخصية صاحبها، بس هالمرة ما راح نتكلم عن سيارة، لكن هالمرة راح نتكلم عن أخلاق أصحاب التواير البالون. بالنسبة حق الناس اللي ما تعرف شنو تواير البالون، تاير البالون هو تاير بري، ولكن الناس اللي تستخدمه حق الشارع سخيفة. نبتدي أول شيء بتشخيص المرض. إي نعم، هو مرض اسمه مرض البالون، يعاني منه الأشخاص اللي يحسون بالنقص. النقص مو بالضروره يكون والله مثلا مادي او شيء كذي، كثر ما انه بيوري الناس اللي حوالينا ان انا البري، انا ملك البراري، انا تريق طعوس، وهذا ابو البراري ما شنو رصيف ما يعرف يطق، ويمكن لو يصير شويه اخبار تلاقيه مغرز على القار. من اهم مميزاته والاشياء اللي بالنسبه له تعزز رجولته تجاوز الاشاره الحمراء، الصفطه الغلط، والوقوف مكان المعاقين. من صفاته انه مبيع، فاذا كان بدوي دائما تلاقيه شماغ ونسفه، وإذا كان حضري لا، المبيع الغلط، شعر طويل وتاج. لازم سيارته مزعجة، ما يروح يركب سيستم اكزوز نفس الناس، لا يقضون الاكزوز يقصونه من النص. المهم ان الازعاج الغثيث مو الحلو نفس سيارات سبورت. من مميزاته اصلا اذا شاف واحد اسرع منه لازم يدوس، لازم يورينا ترى شوف اللاند مالي السلوقي يمشي 220، لازم يثبت له هالشيء. اذا شاف واحد ماشي بطيء ورايع وكذي ما يخليه، لازم يورينا لا انا المزاج اقوى منك، وما يمشي وراه، لازم يجي قدامه ويطق بريك عشان يحسسه انه شوف شفتني. غالبا يركبون البالون على الباترول الفتك، هذا جوه يعني، واللاند يمكن بكل موديلاته. طبعا في البالون اليدد اللي داشين الجو غلط مركبين على الاكسس، على الباترول الجديد، على الاف جي، على البرادو، بس مستحيل تشوف بالون على باجيرو. كل الفيديوهات القرف اللي تشوفونها بالانستغرام اللي عرفت تصير الالوان باهته وفي شعر مكتوب ما ادري شنو مركبين عليها شيله، هم يسوونها. راعي بالون بس مو مركب بالون. زين كمل هني ولف يا اخي. لا لازم يرجع قري. واحد من اهم اسباب تحديد الرجوله بين اصحاب البوالين ان تكون سيارتك او خلينا نقول الجيب مالك قر عادي. اذا سيارتك اوتوماتيك الويل لك. اذا شفت سياره عليها بالون لا تشتريها، واذا شكيت ان عليها بالون لا تشتريها. ليش؟ لانه دائما يحاول يسوي نفس ريال زياده ويبي يشله وينقلب. ودائما اللي عندهم بالون تلاقي سيارته مميله لقدام، ونفس الشيء تلاقي عقاله مميل لقدام، ليش ما ادري. والاطباء يسمون الحاله هذه ارتفاع المخيخ، المخيخ يكون ورا، فغالبا يكون في مشكله عنده في المخيخ، فيحب كل شيء كذي لقدام. كنت خليني يسمعون هالاشياء هذه تلوث. طبعا الوحش وايد اللي هو يشتري اللاند او الباترول اللي يصير مفسخ، احنا نسميه مفسخ لانه ما في مواصفات، وفي ناس يسمونه سلوقي وفي ناس يسمونه هدد. هدد ومن صفاتهم تلاقي سياره ورا فيها ويلس طويل، هذا الاريل طوله 3 امتار، يعني انا خل لاسلكي، وهو اصلا تليفونه يمكن سيرفس ما فيه. المبيع والقوي تلاقي مثلا على السقف من فوق كاتب البلاك بيري بن ولا رقم تليفونه ولا النيك نيمه، يعني اكاونته، يعني انا القوي لما اشله انتم تشوفونه من على الجنب. دائما الشعر اللي يسمعه ويكتبه والشيلات الزفت اللي يسمعهم والشعر اللي يكتبه على الطبلون من داخل كله انه مجروح وسحبت عليه وهدته وانكسر قلبه، ولا واحد فيهم متوفق. الصلاحات اللي يستخدمونها فتك، هي اصلا فيتك بالنيسان، هدد الكلب اللي يهدونه على الطريده، فيكسار وجيكسار يعني جي اكس ار وفي اكس ار. وهالبوالين تلاقي حتى لو هو شنو ما يدخن، لازم عنده شي عده مدواخ وترانه اللي مزاجي نار ويطقطقه كذي لازم. شغلة مفيدة بس وايد خايسة وارتبطت فيهم، فأنا ما أحب الناس اللي تركبها. السنادة اللي يحطونها هني مفيدة وتحط فيها أغراض كل شيء، بس من هبة وفيها أهمة طاحت من عيني. لما تلاقيه مركب تانكي إضافي ورا مال البنزين، يعني أنا البري اللي أسافر أطلع أقعد البر 3 أيام أطرد ورا الطير، وهو يمكن ما يعرف فرق بين الترمو والشرياس. وفيهم عادات إن عادي درجة حرارة مثلا بالليل بالصيف 44 شابين نار وقاعدين. خبل أنت، أصلا لو طلع البيبسي من الثلاجة يحتر، لو طفي المكيف دقيقة تموت من الحر. للتذكير طبعا الحين انا قاعد نسب بالكومنت بالدايركت، ولكن هذه الفقره للضحك فقط، ولا نقصد فيها اشخاص بعينهم، ولكن كذي يعني شيء ينقال.